سامحوني لو كنت تليفون. عم مختار عند سيبور ديبوات تاع جولف ثلاثة، تاع جولف، تاع جولف. لا اكتب الاخرى كلها ما لهاش نقرا. السلام عليكم اخي، لدي سؤال. انا عندي جت عام 480 موتور 45، ريبير تاع الكلاج ما عرفتش شو هو موتور 45 هذا. مريت شفت العمليه ال 45 و46 و47. انا موتور جت ايسونس 84، دا يكون راقد ولا وقف؟ فكه اعطيني دا يكون راقد ولا وقف. اي كنت في التليفون يا مغربي، ياك علاش عندي البنت تكلمني. اي سي خالد، انا حليت الصوت. بالنسبه لخالد اعطيني الداكو واقف ولا راكد يا خالد. كانون سانك، ما كانون سانك، ما فهمت شنو معناتها 45 موتور 45. باهي نرجع نجاوب على ال عندي مشكل في الديماراج فولكسفاجن شران. جربت واحد الشخص عنده توران موتور لاصق، جرب الديماري من بعد سيارتي ما بقتش الديماري، فرسينا عليها على ما اظن وشكرا. عندي مشكل السؤال غير واضح. السلام عليكم. وعليكم السلام. مختار ركبت موتور جديد دايبو ماتيز ولكن ما فيش بلاست بلف التبخير. علاش ما فيش بلاست بلف التبخير؟ فماش موتور ما فيش، كلهم بهم، كل السيارات يعني اللي تلقى يعني ثقب فقط واللي تلقى فيه بلف التبخير. ابعث لي صورة أو صورة، ابعث لي فيديو للموتور. المصري يحجي هواي بدون فايدة. المصري يحجي هواي بدون فايدة. فهمش أخوك من الجزائر يسأل، حطيت محرك جديد في سيارة الهربين مشيت حوالي شهرين وتوقف بسبب عدم ماشي حتى وانتهى مشى شهرين وقف وندر عليه. أنا شو اللي عندك بالضبط؟ إذا ما على الأقل تبعث لي فيديو، تبعث لي حالة اللي أنت مختار يكون واحد في تونس. صراحة ميكانيسيانات تونس كل يلموا بعضهم ما يقدوش. لا لا موجود خير مني، موجود موجود أفضل مني 100 مرة. نرجع للايف. عم مختار عندي فئة بونتو ماشية 160 تظهر فيها تقوخة بعد ما يطلع رجيم موتور. بعت لك فيديو ما جاوبتنيش، معلم تاكل شوية زيت. عندما يكون موتور بارد ما تسمع شيء ميكانيك قال ماكوس. إذا كانك أنت بعت لي فيديو كامل يا عز الدين، يا زي الدين ميدالي، إذا كان بعت لي فيديو طويل وفي شرح كامل راني جاوبتك. اما كان بعثت فيديو الموتور يخدم ولا تكتك ولا حاجه وما فيش حتى شرح في بالصوت، مش كتابه ولا تبعث لي فيديو وحده والصوت وحده، لا نحب في وسط الفيديو قبل ما تبدا تسجل
احكي لي القصة متاعك، وقت ايش صار وكيف ايش صار، شريت هكاكة، صلحت حاجة، عملت حاجة، ومن بعد خدم وسمعني الحاجة أو وريني الحاجة اللي أنت باش تسأل عليها. ما هي يا مختار عندي تفكيك مروحة كونغو ثلاثة أكيان سيدة ما جاوبت مقبل. يسعد نهارك يرحم والديك، شكرا. سلام لك، غلط كربيراتور تركب في نصف نجكسيون، لازم تقبها، ركب كربيراتور راهي ناجحة نتاع بيجو 504 هبط تحت النص، عندي نفس المشكلة، خسرت 13 مليون. مبارك يا مختار، منور، أول مرة نشوفك مباشر، بارك الله فيك، مرحبا بك، إن شاء الله ربي يمتعك شفت الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حساس كرانك جولف بلو 2001. هو نفسه. وعليكم السلام. واش هي عرض تلف؟ رد علي يا مختار الله يحفظك. العرض التلف نتاعو حساس الكران كون عدم اشتغال المحرك. يعني كابتر ديماراج يسموه، علاش يسموه كابتر ديماراج؟ المختار حبيت نسألك، المانوفر هذا هل هو موجود في لاغونا أ موديل 95؟ شكرا بزاف. نوع المحرك برا عاد عمك مختار، عاود يرجع يتفرج على الفيديو باش يجاوب، مش عارف. مختار عندك مشكلة في الانترنت متاعك، لأن البث ثقيل برشا. والله أنا عندي ADSL، أنا ما عنديش انترنت عادية، عندي ADSL، ما عرفش إذا كان البورتابل هو اللي هذا نخصه الانترنت متاع الجوال، ونخلي الانترنت متاع ADSL، بلكي متاع الجوال كانت تمشي. ممكن قد يكون صحيح. رانيا نتحدث على كل شيء يا رانيا، انا بالنسبه لي انا في نتحدث على ميكانيك السيارات بصفه عامه، اللي عنده سؤال في مشكل في سيارته انا نحاول نحلها له. بونتو تروا مختار ينجح ريفيزيون مع بونتو تروا، مع العلم الموتور مش محلول، المشكله مش في الموتور مش محلول، المشكله في قطع غيار اصليه مش موجوده. راي الناس قاعد تخسر بالالاف من بعد يغيروا محركات. انا عندي نفس المشكله، عملت ريفيزيون المحرك اللي واحد كان المحرك في الاول عادي
بعد شهر، بعد أشهر قليلة بدأ يظهر الزيت يتجمع تحت فلتر الهواء ليصعد للإنفلات. بغيت ننظف الزيت، مادة الزيتية الثقيلة، شاهدة يعني زيت ثقيل الزيت، تنصحوني بتركه؟ لا خليه هكاك وصب 10 40 وكو. شفت هاو هذا، هذا نفس السؤال نتاعك انت يا اللي تحب تحل الموتور، هاو مسكين خدام موتوره وما نجح بشابيه 3 شهور ولا ينفل في الزيت. صب فقط. لي مستعمل زيت 10 40. كيفاش نفرجي محرك 76؟ نكمل هنا وبعدين نرجع نسكر اللايف. خوتي هل من حل لهذه المشكلة؟ أنهي مشكلة؟ وين المشكلة؟ يقول لك هل من حل من هذه المشكله، يعني يحب عمك مختار يرجع يتفرج على الفيديو باش يعرف المشكله نتاعه هو، يقعد يعني يسال طول يقول لي انا عندي كذا كذا، لا وين من حل من المشكله؟ عندي سياره ماشي من 60 بونتو كلاسيك، بعت لك فيديو ما وصلنيش يا زدين. باهي نرجعوا نشوفوا.